ايه تعليق حضرتك يا فندم على كلمة وزير العدل ان هو بيقول ما ينفعش ابن عامل النظافة يطلع قاضي؟ انا زعلنا جدا من تصريح، وخصوصا لما يجي من وزارة العدل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال العدل اساس الملك. يعني المفروض لو وزير غير السيد المستشار الجليل يعني ادى تصريحات تسيء للزبالين زي كده، او هو بيعزل فئة الزبالين، يعني عار على المجتمع او محرم عليهم حقوقهم اللي اتكتبت لهم في الدستور وفي الحياة العامة، ما كنتش زعلت من اي وزير تاني قد ما مش انا، يعني عالم الزبالين كله والموظفون وجميع الكمامة زعلوا جدا طبعا، لان وزير العدل ده احنا عملنا فيه انه وزارة يعني العدل هي اللي بتنصف الناس المظلومين، مش يجي منها ظلم يقع علينا. ولكن انا يعني غاضب جدا، وكل الزبالين وجميع الكمامة وعمال النظافة من هذه التصريحات، بس عايز ارد عليه بالقانون وبالدستور، لان احنا في عصر يعني اولا اعداء مصر كتير اللي عايزين يشمتوا. على سبيل المثال يعني الدكتور البرادع اللي بيتكلم من بره وبيقول بالنيابه عن الزبالين اللي غلط فيهم يقدم استقاله وزير العدل، احنا ما عملناش توكيل للبرادع ولا ندي فرصه للبرادع ولا غيره من اعداء مصر انهم يعني يوقعوا مصر، ولا مصر مش هتوقع ان شاء الله. لكن عايز اقول لسياده المستشار الجليل، سيادتك في ثورتين قاموا، ثورة 25 يناير و 30 يوليو، والثورتين الناس اللي طلعت فيهم الشعب المصري، وما فيش قوة على وش الأرض أقوى من إرادة الشعوب، إرادة الشعوب يعني أقوى من الحكومات كلها. قالوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية. أين العدالة الاجتماعية يا سيادة المستشار جنب التسريح اللي حضرتك قلته ده؟ بس مش هقوله أكتر من كده. وتوجه بنداء نيابة عن الزبالين للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، بقول له بصفتك حارس قضائي أو الأب الروحي للشعب المصري، الدستور اللي احنا استفتينا عليه بنسبة 77% وما عجبناش دستور الإخوان وجبنا الدستور المحترم ده، هل بنود الدستور في المواد بتاعته بتنص على أولاد الناس الغلابة وخصوصا الزبالين إنهم ما يشتغلوش؟ لا، الدستور بيقول الأسود زي الأبيض، الطويل زي القصير، المسيحي زي المسلم، له الحق في أي وظيفة. إن شاء الله رئيس وزراء لو ربنا كرمه وجاب مجموعة كويسة، ثم إنه يمكن ابننا أذكى من ابن أي وزير، مش وزير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: خلقت الجهلاء لكي أخذ بهم العلماء. ربنا قال: بوضع سره في أضعف خلقه. ربنا جعل رئيس البرازيل اللي بيمسح أحذية رئيس جمهورية ونهض بالاقتصاد. ربنا جعل ريجن الممثل رئيس أمريكا. هقول إيه أكتر من كده يا سيادة الرئيس؟ أنا مسامح في حقي مش زعلان، لكن حق الزبالين، حق الزبالين الناس اللي أفنوا حياتهم من أجل أن تبقى مصر نظيفة في عيون الآخرين. بس